عشانهم زمام مغادر الخرطوم القمر بضوي شبلة النجوم قمر البضوي مات يلا غنوا سعادة لنا الدوم مات يلا غنوا سعادة لنا الدوم جبينا بضوي انا شوقي لك حزين زول البريده الليله جايه لوين جبينا بضوي انا شوقي لك حزين زول البريده الليله جايه لوين عشان ام زمام مسافر الاثنين عشان ام زمام بغادر الخرطوم القمر بضوي انا وقمر البضوي شبلالي بالنجوم مات يلا غنوا سعادة لنا الدوم مات يلا غنوا يلا غنوا يلا 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 غنوا يلا 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 غنوا يلا 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 غنوا هذا الجمال يتواصل نبض الصباح في أيام عديدة، ومع هذا الجمال نختتم حلقة اليوم. نحن دائما بنتمنى أنه دائما تكون حلقة موفقة وبداية إيجابية ليوم موفق للجميع وأسبوع موفق للجميع. وحلقة السبت دائما نحن يعني زي ما أهل التنمية البشرية بيتكلموا عن أنه البدايات هي اللي بتخلق ما بعدها، نحن بنتمنى أنه دائما حلقة السبت تكون بداية إيجابية لأسبوع موفق للجميع. صحيح، والليلة بشكل عام الجانب الصحي هو كان عنده النصيب الأكبر في حلقة اليوم، من رياضة لغضاريف تكلمنا برضو عن البشرة والتصبغات، فالجانب الصحي كان شوية صح. هو المسيطر على هذه صح الحلقة. ونحن برضو بنفتح يعني دائما نوافذ الصباح على جوانب مختلفة، يعني أيضا كانت حاضرة معنا أرزاق دي مساحة دائما بتحدث عنها عن مهن مختلفة ممكن تكون هي حاضرة في لوحتنا الصباحية، يعني تحدثنا اليوم عن صاحب الورنيش. نعم. هتكون موجودة دائما معنا من خلال بالإضافة لكل مرة حيكون عندنا مادة من مدينة إما في سودان الكبير، صح، دي برضو فقرة حتكون ثابتة للتعريف أكثر بهذه هنحتفي البلد. هنحتفي بالسودان. نعم. الواحد والسودان الكبير بكل هذا التنوع اللي بيشكل ذات السوداني، ونحن دائما في ارتحال دائم من خلال الصباح في مساحتنا السودانية الجغرافية السياحية. نعم، زمننا قال انتهى. حييهم كل الفريق العامل لليوم، ويتمنى دائما انه الصباح يكون بداية موفقة لكم جميعا ان شاء الله يا رب. السلام عليكم، شكرا لحسن المتابعة، خلوا بالكم من روحكم وبعيد من المشاكل. السلام عليكم.